الأتقياء المخلصون الأوفياء لله والأولياء في الله تبعوا رسول الله ولسنته حافظون عاشوا سنين أهل يمين التابع العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء خارجة بن زيد بن ثابت في عهد التابعين كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الفقهاء والعلماء يلجأ الناس إليهم ويستفيدون من علمهم وبين كل هؤلاء العلماء والفقهاء كان هناك 7 أعلم وأفقه من غيرهم كان هؤلاء يعرفون باسم فقهاء المدينة 7 ومن هؤلاء الفقهاء 7 التابعي الجليل خارجة بن زيد بن ثابت توفي أبي وتركني أنا وأمي وأخي وترك لنا 1000 دينار فكم نصيب كل واحد منا؟ لأمك الثمن أي 125 دينارا وما بقي يقسم بينكما بالنصف أي أن لكل منكما 437 دينارا ونصفا شكرا يا سيدي وأنا عندي سؤال يا سيدي عجيب كيف حسب الميراث بهذه السرعة؟ إنه خارجة بن زيد أعلم أهل المدينة بالفرائض والمواريث لم أسمع عن أحد في مثل علمه ليس هذا بغريب عليه فهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا إذن عالم ابن عالم العلم كان هذا ما يميز التابعي الكبير خارجة زيد كما ميز والده قبل كان زيد بن ثابت رضي الله عنه واحدا من أكثر الصحابة علما وقد ربى ولده على حب العلم ما هذا يا أبي؟ ما حصلت على هذا اللوح يا خارجة؟ كنت أحتفظ باللوح الذي طلبت مني أن أحفظ ما فيه من آيات ثم أردت أن أضعه في صندوق بالداخل فلما فتحت الصندوق وجدته مليئا بألواح فيها كتابات غريبة هذه الألواح مكتوبة بلغة اليهود يا خارجة اليهود؟ ولماذا توجد في منزلنا ألواح بلغة اليهود؟ إنها قصة قديمة يا بني عندما كنت فتى صغيرا كنت أريد أن أشارك في معركة بدر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق لأنني كنت صغيرا ولكن كانت هناك مهمة كبرى أسندها إلي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم لغة اليهود لأنه لم يكن يأمنه فتعلمتها في أقل من شهر وأصبحت أتكلم معه وكأنني واحد منهم وأقرأ ما يكتبونه وأترجمه للرسول صلى الله عليه وسلم قصة رائعة كم أنا فخور بك يا أبي العلم يا خارجة سلاح يفيد المسلم والعلماء هم المقدمون دائما سأحرص على أن أتعلم وأستزيد من العلم مثلك يا أبي قل لي إذن هل حفظت الآيات التي طلبت منك حفظها؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا رب زيد بن ثابت رضي الله عنه ولده خارجة، زيد الذي استعان به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم، فجمع وحافظ عليه ليتحقق قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما اهتم زيد بن ثابت والد خارجة بالعلم، فقد كان رجلا غنيا أيضا، وترك بعد وفاته ثروة لا بأس بها. انتظر يا بني، أظن أني أعرفك، أنت خارجة بن زيد، أليس كذلك؟ بلى يا سيدتي، أنا هو. ما أشبهك بأبي، قد سمعت أنك عالم مثله. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. ما أجمل ملابسك، إلى أين تذهب بهذه الهيئة الرائعة يا بني؟ إلى مسجد الرسول الكريم، هناك حلقة علم أقيمها هناك، وطلاب العلم ينتظرونني. تذهب إلى حلقة العلم بهذه الملابس الثمينة؟ أنا لا أرتدي إلا مثل هذه الملابس، إنها نعمة من الله، وأحب أن تظهر نعمة الله علي. فالله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ألا تحتاج تمرا؟ عندي هنا تمر من أفضل الأنواع. هل هذا هو كل التمر الذي معك؟ نعم، وأتمنى أن أبيعه اليوم كله، لأنني أخشى إن ظل حتى يوم غد أن يفسد، ولكن لم أبع شيئا منه بعد منذ الصباح. سأشتري منك كل ما عندك من تمر. هل يكفي هذا المال؟ يكفي ويزيد يا بني، ولكن ألم تقل إنك في طريقك إلى المسجد النبوي لتجتمع بطلاب العلم؟ كيف ستأخذ هذه الكمية من التمر معك؟ وكيف ستحملها؟ ستتسخ ملابسك. ومن قال إنني سآخذ التمر معي؟ سيظل التمر معك هنا. لا أحتاج إلى صدقة يا خارجة، أنا أعمل في التجارة وأكسب رزقي بجهدي. ومن قال إنني أتصدق عليك؟ لا أظن أنك من المحتاجين للصدقة، ولكنني أريد منك أن تساعديني على فعل الخير. لا أفهم، ماذا تقصد؟ بما أن هذا التمر كله قد أصبح ملكا لي الآن، وبما أني لا أحتاجه كما قلت، فسوف أتصدق به، ولكن يجب أن أذهب إلى المسجد حالا، ولذا سأتركه لك كي توزعيه على الفقراء والمحتاجين. أيها الناس، من كان يعلم محتاجا أو فقيرا أو مسكينا فليخبره أن هذا التمر الذي هنا هو صدقة لوجه الله، فليأتي وليأخذ منه ما شاء. والآن اسمحي لي بالانصراف يا سيدتي، السلام عليكم. وعليك السلام يا خارجة، بارك الله فيك ونفع الناس بعلمك وكرمك. استغل خارجة رحمه الله المال الكثير الذي تركه له والده في فعل الخير، ولم يكن ميراثه من والده هو مصدر رزقه الوحيد، بل كان له نصيب ثابت من بيت مال المسلمين كما هو الحال مع العلماء. ولكن عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة اهتم بالمحتاجين والفقراء، ووزع عليهم الكثير من الأموال الموجودة في بيت مال المسلمين. ما بقي في بيت المال لا يكفي يا مولاي لإعطاء العلماء ما كنا نعطيهم دائما. هؤلاء علماء وهم يعلمون أن الفقراء أولى، ولكن ما الأمر يا مولاي؟ خارجة بن زيد عالم جليل وابن عالم جليل، ولا أحب أن أقطع عن رجل كهذا نصيبه. والعمل يا مولاي؟ أكتب إلى أبي بكر بن حزم والينا على المدينة، وأخبره أنني مستعد لأعطي خارجة نصيبه الذي اعتاد أن يأخذه.
سأفعل يا مولاي. ماذا تريدني أن أكتب لك يا عماه؟ أكتب أنني عبد الرحمن بن ثابت بن الربيع الخزرجي، بعت لعمران بن سعيد بن يحيى المخزومي بستانا من النخيل في شرق المدينة، وإنني تسلمت منه 2000 دينار ثمنا للبستان على أن يكون محصول هذا العام من التمر مناصفة بيننا. مناصفة بيننا، مبارك عليك البيع يا عماه، وأسأل الله أن يكون المحصول وفيرا. كم تريد ثمنا لكتابتك لهذا العقد؟ لا يا عماه، لا أخذ ثمنا مقابل خدمة كهذه، ولكن لي طلب آخر. اطلب ما شئت يا خارجة. لقد تزوجت حديثا، أليس كذلك؟ وأنت شهدت على عقد زواجي. عدني أنك ستعلم أبناءك القراءة والكتابة، فهذا خير ما تقدمه لهم، كما أن أسرارك ستكون في مأمن، ولا تضطر إلى إخبار من يكتب لك العقود بأمور لا تحب أن يطلع عليها الناس. أنا أستأمنك يا خارج على كل أسراري، ولكنك على صواب، سأفعل إن شاء الله، وستكون أنت معلمهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي بالانصراف يا خارجة، يبدو أن هذا الجندي يريدك في أمر مهم. سيدي خارجة، جئتك من عند أبي بكر ابن حزم والي المدينة، وهو يطلب منك أن تأتي إليه ليعطيك نصيبك من بيت المال. ألم يكن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد منع هذا عن كل علماء المدينة؟ ولكن أمر أمير المؤمنين قد جاء بإعطائك وحدك نصيبك، فأنت أحد الفقهاء الذين يعتز بهم الخليفة ويستفتيهم في الأمور المختلفة. أخبر الوالي أنني سأقبل أن آخذ نصيبي من هذا المال، ولكن بشرط أن يأخذ كل العلماء ما تم قطعه عنهم من بيت المال. هذا هو ردك الأخير يا سيدي؟ نعم، فأنا لست بأفضل من غيري من علماء المدينة، إما أن يعطينا جميعا أو يمنع عنا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ستصنع الآن يا مولاي؟ هل ستقوم بالفعل بإعطاء كل العلماء نصيبهم؟ كنت أتمنى فعل ذلك، ولكن المال لا يكفي. غريب هذا الموقف من خارجة بن زيد. بل هكذا يكون العلماء، متواضعين ويحبون بعضهم بعضا. ما زلنا بخير طالما ظل فينا من هو مثل خارجة بن زيد. ظل خارجة مخلصا للعلم وقائما على خدمة المسلمين وتعليمهم حتى توفي عام 99 من الهجرة رحمه الله، وأدخله في سيرته.